عندك طلبة. ولا ولا الفيكس باش كتحس يا ياسين. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي ندير لكم واحد الفلوك بعيد على البحر وبعيد على الغابه. طلبتوا مني في الكومونتيرات باش نوريكم الدريساج اللي وصلنا ليه ديال دوغو، باقي ما كملناش ليه الدريساج. المهم غادي نوريكم داكشي ديال الدريساج اللي وصلنا ليه، فلوك ديال دوغو اخوتي، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. وكنشكركم بزاف على السيبورت ديالكم والكومونتيرات ولي لايك ديالكم، شكرا شكرا لكم من القلب اخوتي، وتحياتي لكم كاملين. بالنسبه اخوتي الناس اللي كيسولوني على الدوغ ارجنتين واش ممنوع ولا ما ممنوعش، غادي نخلي لكم اللائحه ديال الكلاب الممنوعه في المغرب. كاين تقريبا شي 6 سلالات اللي ممنوعه، ممنوع تدخل من على برا المغرب وممنوع تربى في المغرب. قلت لكم قبل اخوتي راه الدوغ ارجنتين كلب حراسه وكلب صيد، هو معروف بالصيد ديال الحلوف، كيصيدوا به الحلوف اخوتي. حنا دابا جينا لهاد البلاصه ان شاء الله باذن الله، راه خاوي ما فيهاش بنادم كما كتشوفوا معايا، على حساب الكلب كنطلقوه ما خاصش يكون حدانا بنادم، السلامه اولى اخوتي. المهم دابا ان شاء الله باذن الله غادي نبدا الدريساج ديال دوغو وغتشوفوا كل شيء. ها هو دوغو معنا، ها هو دوغو لا فامي كيف ما كتشوفوا، ها هو دوغو، اللهم بارك تبارك الرحمن. دابا غنوريكم الدريساج اللي دريسيناه ان شاء الله باذن الله. ورجع معايا خويا ايوب ان شاء الله وياسين حتى هو غادي يدريسي معايا، غادي يعاونوني اخوتي باش نوريكم اللقطات اللي دريسينا دوغو. مستعدين الدراري؟ ضروري. راه المونشيط راه ماكينه العضار. المهم اخوتي هاد الدريساج هذا اولا هاد القباحه اللي كندريسيو لدوغو كيف ما كتشوفوا راه بابوجي بابوجا وما يمشيش الدراري ما يعضم والو. علاش كندريسيو على هادشي اخوتي؟ باش منين نكون في الطبيعه او في الغابه او في البحر كيف ما كتشوفوا كنخرج بزاف البلايص اللي خاون ما فيهمش بنادم، وقدر الله يسر وطرات شي حاجه وجا شي واحد هجم على كل شي حاجه يكون الكلب قبيح، ما يكونش كلب ما قبيح ما والو. المهم دوغو نهار خديتو على فامي ما كانش قبيح، كان ديسيبلين بزاف، كتعطي لاطاك ما كيعطيش لاطاك، ولكن دابا راه اللهم بارك راه ولا شي حاجه بزاف دابا تبارك الله. المهم اخوتي دابا غادي تشوفوا واحد اللقطه، ما كاينش شي واحد يحط عليه يدو ولا يحك ليه راسه بحال ما هكا، كاين شي واحد اخوتي يحط عليه يدو ولا يحك ليه راسه من غيري انايا، انتم غادي تشوفوا معنا دابا. ايوب انت شوف دابا دير جميع الطرق باش الكلب يخليك تحك ليه راسك. شو اخوتي ولا لا؟ هانتوما اخوتي اسي بلاتي ايوب بلاتي اسي خوتي. الكلب راه الدريسه مزيان، ما كاينش شي واحد يشد السنسله ولا يحك ليه راسه، يعني الا جا شي واحد بغى يديه ولا حاول معاه باش يثبته ولا شي حاجه يتعاشر معاه زعما باش يديه راه ما غاديش يديه. اسي اسي دوغو هانتوما كيف ما كتشوفوا، يلا كارد اتونسيون فوالا سابع سابع كيف ما شفتوا اخوتي راه الشراسه اللهم بارك. دابا غادي نخدموا واحد الخدمه ما غاديش نشدوا باش نشوف واش انا اللي كان اتاكي ولا غير بوحدو كيدير هذه اللقطه هذه. ايوب حيد هذه يلا سير باش بغى باش يكالي بالمونشي، انا ما نقول له والو، ضربي ضربي با بوجي راه كيسمع ليا، يلا دير راسك دابا باغي تحك لي انا ما غنقول ليه والو. دوغو دوغو صافي اسي اسي خوتي كيف ما شفتوا راه كاينه النتيجه الحمد لله، راه ضربنا مع العذاب ولكن اخوتي راه ولا ناضي تبارك الله. دابا خدمنا مع الخدمه ديال الكمامه، دابا غادي نحيدوا الكمامه ونخدموا المونشيط ان شاء الله باذن الله. ايوا ايوا دبرت الدراري دابا راكم ما حيدتش، عرفتي دوغو اخوتي باش كنحيد لي الكمامة وكيف راح كيعرف راسي صافي راه العضان. فوالا فوالا دوغو سي بيان سي بيان مون شيان بيان بيان دوغو فوالا فوالا فيكساج فيكساج اخوتي فيكسي تبارك الله بيان دوغو بيان دوغو بيان فوالا سي بيان شراسه اخوتي تبارك الله فوالا بيان ترى ما كيتفاكش اخوتي
اللي ما يعقلش على مولاه ها نتوما فوالا سابي هذا هو ها نتوما ها نتوما عرفت شنو هو خوتي يشد شي واحد يدو حيدي عليه الله يستر شش صافي دوغو صافي ارتاح ديك راه كلب مطيع اللهم بارك وكيعقل ودماغه تبارك الله خفيف بزاف عظيم وتخلي الخاطري قسما بالله تخلي الخاطري عجبني بزاف فوالا دوغو فوالا سابح المهم دابا غادي نعطيو لياسين حتى هو يجرب القوه ديال العضه ديال الدوغ ارجنتين ياسين اش بالك مستعد مستعد راه اول مره غيدير المونشيط اخوتي في يدو راه عرفتي خص تكون عندك واحد العزيمه اخوتي باش تشد المونشيط ويجي الكلب يعضك راه الله يستر وصافي طونسيون فوالا فوالا سيبيا باش كتحس ياسين باه نار وطلق من المونشيط يمشي لك رجلك غتشوف الاخره يلا طلق لي دابا فوالا سابيا بيان مونشي يلا جيل زيد اسي دوغو فوالا سابيا جر المونشيط من جوجي جر ايوه دور به ترى تبارك الله راه وازن تبارك الله خوتي شاب النار ومني فيك سمان ما كاينش والو والو خوتي ما كيتسرط ما والو فوالا سيبيا بيان دوغو صاف بيان ايه دوغو انتوما خوتي ادريساج اسي لاش فوالا با توشي سيبيا شوف اخوتي القوة ديال العضة ديالو ناري راه مايمكنش شش عرفت شحال من عضة هنا اخوتي واو غادي نخدمو خدمة أخرى واللي هي أشناهي هي غادي نطلقو الكلب من واحد المسافة على أيوب ها هو غيشد المونشيط وحنا غادي نطلقو عليه الكلب واحد المسافة تقريبا اللي ديال 10 مترو أولا 15 مترو غادي نطلقو عليه الكلب وغنشوفو كيفاش غادي يمشي ليه واش غادي يمشي للمونشيط ولا غادي يمشي لأيوب حيدو السلسلة هاهي دوغو ملي كتحيدي السلسلة راه كيعرف الهجوم دابا الهجوم أخوتي كيف ما كتشوفوا تبارك الله هو راه شاد دابا اللهم بارك فوالا طلق ليها ايه سيبيا دوب فوالا لاش ايه لاش فوالا هانتوما خوتي راه لاش كنقول ليه طلق كيطلق يلا سير دابا هانتوما دابا انا راه طالق راه مع الدراري راه ما يأديهم ما والو خوتي ما يأديهم ما والو ها هو دابا طالق مع الدراري دابا غادي نحط دوغو هنا ان شاء الله وغادي نوريكم الدريساج ديال الديسيبلين غادي نمشي واحد المسافه بعيده وغادي نخليه وغنشوف واش غادي يتزعزع من بلاصتو ولا غيبقى بابوجي هاد الدريساج هذا ديال بابوجي اخوتي غنجربوه معاه دابا ان شاء الله شي غادي نمشي وغادي نخليه وغادي نشوف واش غيبقى ولا لا بابوجي كيف ما شفتو راه ما تحرك ما والو تبارك الله راه بقى بابوجي اخوتي وهذه هي الحاجه الزوينه في الكلب تخليه تبغي تدخل تقدم من شي محل ولا شي لعيبه الكلب ما يتزعزعش من بلاصتو ودي منين الكلب يدير شي حاجه زوينه كاريسي والخوت فهمتي يلعب معاه قول لي شي كليمه اللي غيبقى عارفها يعني راه دار شي حاجه مزيانه وعطيه شي حلوى ولا شي لعيبه ديالو انا شاري لي الحلوه ديالو غير نسيت ما جبتهاش معايا هي باش كنكاريسي اخوتي ثم اخوتي هو غادي مع الدري الصغير هذا كيف ما قلت لكم دوغو راه ديسيبلين كي جاك دوغو ما
نادي نادي ما كاينش شويه ديال الخلعه؟ لا. ها راه كيتفرج فيا خوتي الدري هذا تم جاي قال لي بغيت نلعب مع دوكو. قلت لك راه ما يدوي معاك موال. ها انتم اخوتي كيف ما كتشوفوا راه ديسيبلين واغريسيف. هو غادي مع الدري ما اداه ما والو. يلا رجع هنا شوف طلع طلع من لي طلع سير يلا سير مع. ها انتم اخوتي راه غادي مع اللهم بارك راه مقاسو ما والو دري راس غيور وراه غادي معاه. شو دوغو بابوجي اسي كوشي فوالا سي بيان. كي جاك في الدريسير ناضي؟ المهم اخوتي كما كتشوفوا دوغو راه ديسيبلين واغريسيف راه عنده دماغ واحد الدماغ اللهم بارك اللي ذكي ذكي بزاف. نعطيه لدري صغير يديه معاه مي اديه ما والو اخوتي. المهم هذا هو الدريساج ديال دوغو. طلبتوني قلتوا لي دير لينا فلوغ على دوغو والدريساج ديالو. انا درت لكم فلوغ على دوغو وكنتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا. وكنشكركم بزاف على لي لايك والسيبورت والكومونتيرات ديالكم الزوينين. الا كنتي انت ولا انت كتفرج اول مره في هذا الفيديو هذا ما تنساش لايك وشي كومونتير زوين باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. وتحياتي لكم اخوتي كاملين كنشكركم بزاف بزاف شكرا لكم من القلب.